حاول بتقدم الشبيبة القيروانية على مستقبل المحمدية 3-2 ونذكر بنهاية الأشواط مستقبل الرياضي بالمرسى يوني الشوط الأول متعادل 0-0، مستقبل جيبس متقدم عن نهاية الشوط الأول على مستقبل وادي الليل 0-1، أمل الركبة متقدم عن نهاية الشوط الأول على جندوب الرياضية 2-1، أولمبيك مدنين يوني الشوط الأول متعادل مع نادي القربي 0-0، أمل جربة يوني الشوط الأول منهزم أمام نادي بيمبلي 0-0، هلال مسكر متعادل مع نهاية الشوط الأول مع الملعب جيرسي 0-0. بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى 3 مقابلات، اتحاد بن قردين يوني الشوط الأول متقدم على الاتحاد المنستيري 0-0، النادي الصفاقسي متعادل مع حمام سوسة 0-0، ومستقبل الرجيش يوني الشوط الأول متعادل مع النادي الإفريقي 0-0. نمشي مباشرة الملعب الاصطناعي بالمحمدية وين متواجد زميلنا السيد طرابلسي. مرحبا بك سيد مرخ. مرحبا بك عبد الله من جديد مع بداية الشوط الثاني من مباراة الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم هنا في الملعب الاصطناعي بالمحمدية، نفس نتيجة الشوط الأول أسبقية الجي اس كا 3-1. نذكر بشريط الأهداف أحمد الفزاني، محمد أمين الذويبي، وفايد بن حسين للشبيبة، في حين هدف مستقبل المحمدية الوحيد سجله خالد دبش من ضربة جزاء دون تغييرات بالنسبة للمدرب محمود الدريدي في هذا الشوط الثاني. في المقابل مدرب مستقبل المحمدية خليل عبيد كان زوز تغييرات، دخول أمجد الجلاسي وأكرم الجاسمي مكان أسامة المالكي وعلاء الحراق. نتابعوا مع بعضنا فرصة لفريق مستقبل المحمدية إبعاد الخطورة رغم المطالبة بضربة الجزاء، الحكم أحمد الزوادي يقول مخالفة لصالح مستقبل المحمدية. قلت تشكيلة الزوز فرق، خليني أذكر بسرعة الفريق الضيف الجي اس كا نفس التشكيلة: علي الفريوي، الياس الماجري، جسر بن عتيق، محمد أمين الذويبي، نذير عبد النبي، محمد الصادق الجمالي، أحمد الفزاني، أمين المكور، أحمد الترابلسي، فايد بن حسين، ومحمد الفالح على بنك الاحتياط، محمد أمين الحزقي، اسكندر النفاتي، هيثم تاج، يوسف بن عمار، محمد أمين الغابي، يحيى المتيري، نجد الهلالي، جوهر القردبو، وبلال الحربي. بالنسبة لتشكيلة مستقبل محمدية: صابر برجب، أزل حمروني، وائل براني، خالد دبش، مجدي المخزومي، هاني كريم، سليم بن عمر، أسامة الماكي اللي كان غادر، جمال الدين بوبكري، علاء الحراق غادر، وسمير العروسي نزل مكانه قبل ما نستعرض الاحتياطيين وطاقم تحكيم المباراة. نتابعوا مع بعضنا المخالفة لمستقبل محمدية، أرضية كورة في اتجاه الحارس علي الفريوي اللي يربح المخالفة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية. كانت كرة أرضية، محاولة المتابعة من المهاجم اللي نزل منذ قليل أكرم الجاسمي، يرتمي على الكرة علي الفريوي ويتعرض لإصابة، يتوجه له حكم الساحة في توقيت أحمد الزوادي في توقيت تقريبا 6 دقائق في هذا الشوط الثاني. دائما أسبقية الجي اس كا على مستقبل المحمدية 3-1 يا عبد الله. 51 دقيقة لعب 3-1 لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية. نذكر لالتحاق بنا حاليا على موجات إذاعة الحياة فيم المستقبل الرياضي بالمرسى إلى حد الآن متعادل 0-0 في 52 دقيقة لعب مع النجم الرادسي. مستقبل جابس يوني الشوط الأول متقدم على مستقبل وادي الليل 0-0، 50 دقيقة لعب أمل الركبة متقدم على الجندوبة الرياضية 2-1، 49 دقيقة لعب أولمبيك مدنين مازال متعادل مع نادي القربي 0-0، أمل جربة ينهي الشوط الأول منهزم 0-2 أمام نادي بيملي، وفي المجموعة الثانية اللي قام متقدم هلال مساكن 50 دقيقة لعب متعادل مع الملعب الجيبسي 0-0. وبالنسبة للفرق والنادي القربي المنافس المباشر للشباب إلى حد الآن متعادل 0-0، وجندوبة منهزم إلى حد الآن 2-1. واصل يا سيد. سيد عودة من جديد للوصف ولا تعليق على مجريات الشوط الثاني. نرحب بكل ما التحق بنا الآن على موجات الحياة فام في الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم هنا في الملعب الاصطناعي بالمحمدية، أسبقية للجي اس كا، وهي نفس نتيجة الشوط الأول 3-1 مع أكيد أداء محترم ومحترم جدا أبناء المدرب محمود الدريدي اللي يخوضوا مباراة اليوم بشعار مواصلة صدارة المجموعة الأولى، خاصة أنه الشبيبة تحتل المرتبة الأولى
في الترتيب برصيد 7 نقاط من 2 انتصارات وتعادل امام امل جربه. نتابعها مليحه المحاوله للشبيبه، التصويب كره الحارس يحطها في الركنيه صابر برجب، رغم انه تصويبه محمد الفالح اصطدمت بدفاع المستقبل المحمديه وتغير المسار نتاعها. بقى يتابع في الكره صابر برجب ويحطها في الركنيه لصالح الشبيبه الرياضيه القيروانيه. قاعد نشاهد في تغيير ثالث في صفوف مستقبل المحمديه بنزول رياض المغربي اللي تاهب على حافه الميدان باش ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه للمدرب خليل عبيد. اصابه لاحد لاعبي مستقبل المحمديه دون تغييرات بالنسبه لمدرب جي اس كا محمود الدريدي ومساعده حلم حمام. ولو انه كان يبي في الاستماع. قاعد نشاهد في اسكندر النفاتي توجه الى بنك الاحتياط، يعني كنت نعتقد انه باش يدخل في المباراه لكن فقط كان من اجل انه يتزود بالماء، وهما الكل في الحقيقه لاعبين احتياطيين للشبيبه الرياضيه القيروانيه يقوموا بالحركات الاحمائيه خلف مرمى الحارس والقائد علي الفريوي. اصابه يبدو لي ستمنع احد لاعبي مستقبل المحمديه من اكمال المقابله، وحتى اشاره بقيه زملائه على ارضيه الميدان يطالبوا بالتغيير في انتظار التاكد من اللاعب الذي سيغادر تشكيله مستقبل المحمديه. قاعد نشاهد في 2 لاعبين، قلت رياض الغريبي وحامل القميص رقم 9 في الحقيقه باش يدخل في اللحظات هذه. بالفعل رياض الغريبي انتظر مكان شكون؟ مكان حامل القميص رقم 7 جمال الدين البوبكري اللي غادر في اللحظات هذه. قبل هذا نعود مع ركنيه لصالح الشبيبه احمد الفزاني على يمين الحارس صابر برجب، الحكم يعطي اشاره التنفيذ للحكم يقول التغيير. قبل يدخل اللاعب رياض الغريبي مكان اللاعب جمال الدين بوبكري اللي غادر في اللحظات هذه. جمال الدين بوبكري ودخول حامل القميص رقم 3 انس باشا في التشكيله الاساسيه. الفزاني وصف القامه الثاني الذويبي الكوره لكن ما تمرش، تعود من جديد هجمه معاكسه لصالح مستقبل المحمديه. محاوله المرور من اللي نزل منذ قليل امجد الجلاسي يلعب مع سمير العروسي، دور بالكوره سمير العروسي ينتظر المعاكسه يجيه زميله لكن يربح المخالفه بصفر. الحكم احمد اللذوادي طاقم تحكيم من رابط بنزرت متكون من حكم احمد اللذوادي مساعد اول، رضا الصيداني مساعد ثاني، ياسين الصالحي وحكم رابع، هيثم الترابلسي مراقب المباراه، حسين الحمروني ومنسق عام لطفي القلمامي. تعود الكوره لمستقبل المحمديه اللي بلغه الكوره مش عنده ما يخسر في هذا الشوط الثاني. لكن موجود ياسر ناجري المكور، امين المكور في اتجاه احمد الترابلسي وسط الميدان في اتجاه ال 29 فايد بن حسين، تدور الكره مليح مخالفه يتحصل عليها لاعب الشبيبه الرياضيه القيروانيه. في الحوار الثنائي مع امجد الجلاسي يبقى ملقى على ارضيه الميدان، يبدو لي صادق الجمالي هو اللي تعرض للاصابه في العمليه الاخيره. ان شاء الله سلامات لمتوسط الميدان الدفاعي للشبيبه الرياضيه القيروانيه لعب المنتخب الاولمبي محمد الصادق الجمالي، متوسط ميدان يعني ابن الشبيبه قلبا وقالبا، يعني ثاني موسم لي مع فريق كبر كره القدم بالجي اس كا. نعود بمخالفه لصالح الشبيبه في التنفيذ، امين المكور امام الكوره كذلك احمد الفزاني، الحكم يؤمر الزوز لاعبين باحترام المسافه القانونيه تتنفذ قصيره بين الفزاني والمكور، يغير على اليمين لجاسر بن عتيق، جاسر بن عتيق ينتظر المعاوضه كرته مقطوعه من دفاع المستقبل يربح المخالفه، يربح المخالفه رياض الغريبي اللي نزل منذ قليل يعني كثاني او ثالث تغيير بالنسبه للمدرب خليل عبيد في توقيت 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. نرحب بكل ما التحق بنا الان في الاستماع، دائما بقية الشبيبة القيروانية 3 اهداف مقابل هدف في هذا الشوط الثاني في الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. امجد الجلاسي يحط كورة بدون عنوان، المتابعة من نذير عبد النبي بدوره بعد الكورة كما جات، تعود من جديد الترابلسي يصعد بالراس ما يقوهاش، الحكم يقول المخالف لصالح مستقبل المحمدية. حكم الساحة احمد الزوادي يقول المخالفة لصالح مستقبل المحمدية.
بعد الحوار الثنائي بين أمجد الجلاسي واللاعب أحمد الترابلسي اللي يبقى ملقى على أرضية الميدان، يتوجه له حكم الساحة أحمد الزوادي للإطمئنان على حالته الصحية ويقوم سلامات أحمد الترابلسي اللي كان ساهم في الهدف الأول بأسيست للاعب أحمد الفزاني. يعني أكيد كل الأهداف تقريبا، هدف أول كان من كرة في وسط المباراة، وزوز أهداف كانوا من خلال زوز ركنيات سجلهم المدافع محمد أمين الذويبي وسيد بن حسين، وكان وراءهم في التنفيذ الظهير الأيمن جسر بن عتيق. علي الفريوي طول الكرة كما جاءت في اتجاه فايد بن حسين، يصعد بالراس كورته بدون عنوان تخرج رويدا رويدا 6 أمتار لصالح مستقبل المحمدية باش يرجع الكرة. صابر برجب اللي في الحقيقة صابر يعني حتى سبق له اللعب مع الشبيبة القيروانية في موسم 2009 مع المدرب مراد محجوب، في أول موسم كان حقق فيه الشبيبة العودة للرابطة المحترفة الأولى بجيل أكيد نتذكروه مليح، أحمد الهلالي، سيف الله المحجوبي، علي كريدان يعني، والبقية اللي كانوا لعبوا مع الشبيبة الرياضية القيروانية في موسم استثنائي بقيادة رئيس النادي الدكتور فاتح العلويني. تعود الكرة من جديد لصالح مستقبل المحمدية، كرة في وسط الميدان عن طريق أمجد الجلاسي، يغير في اتجاه سليم بن عمر من جديد 1-2، توصل الكرة لهاني كريم يبحث عن المعاذة عن طريق إزر الحمروني، يخلط على الكرة إزر الحمروني، لكن قبل هذا يقول الحكم تتجاوز الخط النهائي وتخرج تماس لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية باش يرجع الكرة. جاسر بن عتيق المنتدب من النادي القربي، جاسر بن عتيق يطول الكرة كما جات في اتجاه الفزاني، يلعب مع فايد بن حسين ما يخوش الكرة يخسرها، تعود إلى سليم بن عمر يلعب على اليمين، يمر حامل القميص رقم 3 أنيس باشا من جديد، ما زالت الهجمة لمستقبل المحمدية، تراجع أداء الشبيبة خاصة في الشوط الثاني أكيد من أجل المحافظة على زوز الأهداف الفارق مع بعض الهجمات أحيانا المرتدة اللي ما شكلتش خطورة في الشوط الثاني على الحارس صابر بن رجب. تعود الكرة من جديد، سليم بن عمر يمر يقول يلعب الكرة في وسط الميدان مع حامل القميص 23 هاني كريم، يوزع في القائمة الثانية كرة سهلة في دين الحارس علي الفريوي بدون خطورة، الكرة الأخيرة على مرمى الشبيبة الرياضية القيروانية. جاسر بن عتيق يمر على الجهة اليسرى كورته مقطوعة لكن يرجع يصلح الخطأ نتاعو، يلعب مع الفساني في وسط الميدان من جديد صادق الجمالي إلى جاسر بن عتيق، يمر الصادق 1-2 ممتاز العملية 1-2 للجمالي في وسط 18، صبر برجب يتصدى المتابعة الخطورة قادمة والتصدي من الحارس صابر برجب، ما زالت العملية وما زال الضغط من هجوم الشبيبة الرياضية القيروانية، لكن عكس الهجمة في اللحظات هذه لمستقبل محمدية، توصل الكرة لرياض الغريبي حاول باش يدور بالكرة، يلعب 1-2 مع آزر الحمروني موجود الزويبي في التغطية وإخراج الكرة للتماس لصالح المستقبل الرياضي بالمحمدية في توقيت 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، الزويبي كما جات يوصل الكرة فايد بن حسين ممتازة التمريرة للصادق الجمالي أحمد الترابلسي مستحفظ على الكرة يخير العودة إلى الوراء، جاسر بن عتيق، جاسر بن عتيق يحط كرة في ظهر المدافعين لكن بدون عنوان، الكرة الأخيرة الزويبي بالرأس ممتازة إعادة الكرة، سمير العروسي قبله ياس الماجري، الحوار الثنائي بين العروسي والماجري في الأخير، سمير العروسي يدور بالكرة يلعب مع رقم 3 أنيس أو أنس باشا مقطوعة كورته، تعود بهجمة لصالح الشبيبة القيروانية، أحمد الفزاني يدور بالكرة يلعب مع أمين المكور يربح المخالفة، يربح المخالفة مع الورقة الصفراء بعد التدخل على أحمد الفزاني، يوجهها حكم الساحة للاعب اللي نزل منذ قليل أنس باشا اللي وجه له الحكم الورقة الصفراء، الحقيقة كان نزل في الشوط الثاني اللاعب هذايا أنس باشا مع أمجد الجلاسي وأكرم القاسمي، يقوم سلامات أحمد الفزاني وروح رياضية كبيرة في الحقيقة على أرضية الميدان بين لاعبين زوج فرق، يعني شوط أول شفنا فيه كل شيء، رغم هذا كنت نوهت في بداية المباراة بالاستقبال اللي لقاه فريق الشبيبة الرياضية القيروانية هنا في الملعب الاصطناعي
بالمحمدية والعلاقة الطيبة اللي كانت يعني حتى المصافحة بين رئيس الهيئة التسييرية للشبيبة مراد بن لكحل وأعضاء الهيئة المديرة لمستقبل المحمدية. أكيد ستكون المعاملة بالمثل في ملعب حمد العواني بالقيروان. تعود الكرة من جديد لصالح الشبيبة، كرة يسقط اللاعب، تعود بتماس لصالح الشبيبة القيروانية، يسقط الظهير الأيسر إيزر الحمروني في الكرة الأخيرة. مع وصولنا للدقيقة 18 في هذا الشوط الثاني، دائما النتيجة على حالها، 3 أهداف مقابل 1. الجمالي يحاول باش يمر، الجمالي يربح الكرة ويربح التماس بعد التغطية من إيزر الحمروني في الحوار. عودة الكرة بتماس كالعادة، الجهة اليمين تخدم مليح بالصعود المتواصل لجاسر بن عتيق، يوصل الكرة لفايد بن حسين، فايد بن حسين يوزع في القائم الثاني، التدخل في مرة أولى وفي مرة ثانية، تبقى الكرة لصالح الشبيبة. جاسر بن عتيق تمرير خاطئة في اتجاه أمجد الجلاسي، مقطوعة من المكور، لكن تبقى للمستقبل الكرة من جديد. أمجد الجلاسي المكور المخالفة، الحكم مش يقول مخالفة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية. قلت روح رياضية كبيرة بين اللاعب أمجد الجلاسي وأميل المكور في التدخل الأخير. حكم الساحة قريب من العملية أحمد الزوادي يعلن عن المخالفة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية. أكيد الشبيبة بقات تجاري نسق الشوط الثاني، أكيد هذا في علاقة بتقدمها في النتيجة 3 أهداف مقابل 1. مع عودة اللاعب في اللحظات هذه بمخالفة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية تحصل عليها لاعب أميل المكور متوسط الميدان الدفاعي للجي اس كا مع صادق الجمالي وأحمد الفزاني، هذوما 3 اللي كونوا خط وسط الميدان بالنسبة للشبيبة الرياضية القيروانية مع تغيير قادم. لكن قبل هذا تتنفذ المخالفة، كرة في القائم الثاني، ارتباك والتصويب، التصويب كان قريب الفائد بن حسين من تسجيل الهدف الرابع للشبيبة، لكن كورته مرت على بقليل من مرمى الحارس صبر برجب، يعني كان ارتباك من مدافع مستقبل محمدية، والتصويب كما جات كرة المهاجم محمد الفالح في الحقيقة اللي كان سدد الكرة الأخيرة، وكورته مرت عالية فوق مرمى حارس مستقبل محمدية صابر برجب. ترجع الكرة من جديد بالهجمة لصالح المستقبل، تعود الكرة عن طريق رقم 20 وائل براني، يربح المخالفة وائل البراني يخلي الكرة المكور من جديد لصالح المستقبل، ننتظر تنفيذ المخالفة، يخلي الكرة لهاني كريم يلعب قصيرة مع أمجد الجلاسي، أمجد الجلاسي وزع كرة يرجعها ليسر المجري مع هجمة معاكسة للشبيبة، ينطلق محمد المجال لزملائنا في قسم الأخبار نصر الدين حميدة، موجز الساعة 4 ثم نرجع نواصلوا مع سيد ربيسي لقاء الشبيبة مستقبل.